بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في بلدة بيت لحم، يشكل جدار الفصل الإسرائيلي جزءا من الواقع اليومي، لكن مع تصاعد حمى كأس العالم لا يسمح مشجعو كرة القدم للعزل بمنعهم من أن يكونوا جزءا من هذا الحدث العالمي. ولمدة 90 دقيقة يستطيع السكان المحليون الهرب من واقعهم بينما يتم عرض المباريات على ألواح الجدار الإسمنتية. احنا بنتحدى من خلال مشاهدتنا مباريات كأس العالم حالة الحصار وحالة الإحباط وحالة الضغط واليأس اللي احنا هون عم نعيشها في بيت لحم. الحائط هو مع انه اشي سيء واشي سلبي، بس احنا زي كنا جايين نتحدى الواقع السلبي وبدنا اياه لاشي ايجابي. عدد الحضور يكتمل منذ المباراة الأولى في البطولة، فالجميع يأتون من أنحاء البلدة كل مساء لحجز أماكن لهم فيما بات يعرف باستراحة الجدار. فكرة جذبتني، ومع أنه الطقس اليوم ساقعة ومع أنه زرقنا يعني ما فت بطريقة قانونية، بس حسب رأيي الفكرة كتير حلوة. حبيت أجي أشوف كيف عم نحضر لعبة بهذا الجدار نفسه اللي بادعاء أنه جدار للأمن وجدار للحماية. إنها فرصة للفلسطينيين ليتحدوا تحت راية كرة القدم ويظهروا أنهم لا يمكن تركهم لمصيرهم.